إلى 14 شخصا على الأقل وجرح العشرات بعد اقتحام قوات الدعم السريع والجيش السوداني مقر الاعتصام الشعبي أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية في الخرطوم. وقد حملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري مسؤولية ما وصفته بجريمة فض الاعتصام، كما أعلنت وقف جميع الاتصالات السياسية مع المجلس العسكري وأعلان الإضراب والعصيان المدني الشامل في البلاد. أرادوا فض الاعتصام أو تحجيمه، لكن أتت النتائج عكس ما يشتهي المجلس العسكري. فبعد اقتحام قوات الأمن السودانية لمعسكر الاعتصام الجماهيري السلمي حول مقر القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، والذي أدى إلى سقوط قتلى ومئات الجرحى بسبب استخدام تلك القوات للرصاص الحي والهروات، اتسعت موجة الغضب وخرجت جموع من المواطنين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، أغلقوا الطرقات بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة، كذلك في أم درمان وعطبرة، احتجاجا على القسوة المفرطة التي استخدمت في محاولة فض الاعتصام. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن اقتحمت المستشفيات، ومنها مستشفى رويال كير بشارع النيل ملاحقة المعتصمين، كما اعتدت بالضرب على الأطباء. أهم الخطوات التي اتخذتها قوى الحرية والتغيير تمثلت في إعلان وقف المحادثات مع المجلس العسكري وإعلان الإضراب والعصيان المدني في عموم البلاد. وأصبحت مطالبات المحتجين تركز على ضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين في وقت دعا فيه حزب الأمة السوداني الشعب إلى الخروج إلى شوارع الخرطوم وباقي مدن السودان للتعبير عن رفضه محاولات المجلس العسكري ركوب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير بداية شهر أبريل نيسان الماضي. وفي ردود الفعل السودانية أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام بيانا رفض فيه بشدة ما قامت به القوات الأمنية المشتركة من فض للاعتصام باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة، مؤكدا أن ما حدث يعد نقطة سوداء في تاريخ الثورة السودانية السلمية، وطالب بالتوقف الفوري عن محاولات إسكات الصوت الحر، ودعا جميع القوى السياسية إلى اصطفاف وطني جامع. كما أعلن تجمع الطيارين السودانيين المشاركة في العصيان المدني، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للعصيان المدني الشامل، احتجاجا على قيام قوات الأمن السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم. وأكد تجمع المشارك في تجمع المهنيين السودانيين أنه لن يتم أي رحلات جوية في مطار الخرطوم من هذا العصيان. وفي ردود الفعل قال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق في تصريحات للعربي إن خطوات المجلس العسكري خطيرة ومؤسفة، وهي خطوة سلبية جدا. الخطوات خطيرة ومؤسفة على الغاية. كان هناك الأمل بأن يكون في تطور وتقدم في المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي على تشكيل حكومة انتقالية وتحويل السلطة إلى المدنيين، وهذا الهجوم على ساحة الاعتصام يعني مؤسفة جدا، ويبدو أنه ليس هناك في الوقت الحالي أي إمكانية بتقدم على المسار السياسي، وهذا يعني خطوة سلبية جدا.
أفادت وزارة الخارجية القطرية بأنها تأسف لقرار فض الاعتصام بالقوة وتدعو إلى تغليب صوت الحكمة والانخراط في حوار مفتوح لأطياف المجتمع السوداني. وأكد بيان الخارجية القطرية أن دولة قطر تتابع بقلق التطورات الأخيرة وتدين العنف ضد المتظاهرين السلميين العزل. وفي سياق ذي صلة، طالبت المفوضية الأوروبية المجلس العسكري بالكف عن استخدام القوة في السودان. وحمل وزير الخارجية البريطانية المجلس العسكري في السودان كامل المسؤولية عما يجري في البلاد. أما السفير البريطاني في الخرطوم فأكد أن لا عذر أو مبرر لأي هجوم على الاعتصام في الخرطوم. وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم مراسلتنا هناك سالي عثمان. سالي، إذن ما الجديد لديك لجهة الوضع على الأرض، حصيلة الضحايا واتجاهات الأمور أيضا خلال الساعات المقبلة؟ نعم نادين، حصيلة الضحايا حتى الآن هم 14 قتيلا بحسب لجنة الأطباء المركزية، والعدد إلى ازدياد. هنالك حديث عن إلقاء بعض الجثث في نهر النيل من قبل القوات التي هاجمت على الاعتصام، وأيضا الأوضاع يعني على الأرض هنالك شلل تام للحياة في السودان. هنالك إضراب عام، كل المرافق ومرافق الخدمات للمواطنين متوقفة تماما، المخابز، المحلات البقالة، وأيضا الشوارع مغلقة بالكامل. هنالك حوادث مقامة من قبل المواطنين في كل أحياء العاصمة وكل أحياء أيضا الولايات السودانية تقريبا التي خرجت وساندت المحتجين هنا في السودان. خرجت القضارب، النيل الأبيض وغيرها من المدن والولايات السودانية، كلها في الشعب كلها تعلن العصيان المدني والإضراب العام. مطار الخرطوم تم توقف كل الرحلات في مطار الخرطوم، مطار الخرطوم مغلق جدا لإضراب الطيارين السودانيين. تجمع الطيارين السودانيين أعلن منذ ساعات إضرابه العام وتوقفه عن كل الرحلات بدون استثناء. أيضا هنالك بيانات مختلفة تصدر من قبل الأحزاب السياسية، كل الأحزاب السياسية داخل إعلان الحرية وخارجه أدانت هذا الهجوم العنيف على المحتجين العزل في ميدان الاعتصام. أيضا المجتمع الدولي والمجتمع الخارجي أدان هذا الهجوم العنيف. نعم سالي، هذه الأحزاب السياسية التي تتحدثين عنها، الأحزاب السياسية هل كلها مجتمعة متفقة على خيار العصيان المدني، أم هناك ربما أحزاب تطالب أو ما تزال تمد اليد إلى المجلس العسكري وإمكانية الحوار معه؟ العصيان المدني عزيزة نادين أصبح واقعا على الأرض، وليست هناك حياة في السودان الآن. كل الخدمات متوقفة، الحركة، ليس هناك مواصلات عامة ولا سيارات في الشوارع، الحركة كلها متوقفة وليست هنالك خدمات تقدر المواطنين. الكل مجمع على هذا الواقع في ضرورة استمرار في هذا الإضراب العام والعصيان المدني. الأحزاب ليست كلها أصدرت يعني قرارا أو بيانا للإضراب المدني والعصيان العام، جميع أجمع على إدانة هذا التصرف. وهناك أحزاب في الجلوس في طاولة واحدة رغم الخلافات بينها لوضع خطة لتجاوز هذه الحرجة في السودان. المؤتمر الشعبي وهو يعني كان يعني ينتمي إلى اليمين أيضا دعا السياسية للوصول لخطط تجاوز هذه المرحلة الحساسة. أيضا خدمات الإنترنت مقطوعة تماما منذ ساعات،
عن كل المواطنين وعن شبكات الاتصالات المختلفة. لذلك هنالك صعوبة كبيرة جدا في التواصل وتداول المعلومات والأخبار نتيجة لانقطاع خدمة الإنترنت، وأيضا صعوبة التحرك أو استحالتها من موقع إلى موقع. هنالك أيضا قوات دعم سريع متواجدة في الشوارع تقوم بإطلاق نار بصورة عشوائية. يعني حتى الآن ما يزال هذا متواصل سالي؟ هل إطلاق النار متواصل حتى الساعة؟ نعم حتى الساعة. أين يتركز؟ في الأحياء، في الأحياء المختلفة يجوبون في الشوارع، وأي يعني تجمع لمواطنين في الأحياء يقومون بإطلاق النار بصورة عشوائية وكثيفة جدا في الشوارع. شاهدنا فيديوهات كثيرة جدا لاعتداء هذه القوات النظامية على المواطنين في الشارع، سواء كانوا راجلين يتم ضربهم بالسياط ويتم إجلاسهم على الأرض، وإذا كانوا يقودون سياراتهم يتم إيقاف السيارات ويتم تفتيشهم بصورة مكثفة ولا كريمة، ويتم أيضا الاعتداء عليهم مع إجلاسهم في الأرض. شاهدنا ذلك في فيديوهات كثيفة جدا وفي أحياء متفرقة في العاصمة. نعم سالي. وايضا يعني هنالك عن سقوط ضحايا الاحياء، لكن بحسب لجنه الاطباء المركزيه الصعوبه الان حصر بصوره حصر عدد. شكرا جزيلا. باعداد واضحه وذلك نتيجه لصعوبه الحرس. شكرا لك سالي عثمان مراسلتنا في الخرطوم، شكرا لك. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق للتلفزيون العربي أن المنظمة الدولية تتابع الوضع في السودان عن كثب، مشددا على ضرورة احترام سلامة المدنيين وحريات التجمع السلمي والتعبير والإسراع في الانتقال إلى سلطة مدنية. وقال حق إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يكرر الدعوة التي أطلقها الجمعة بضرورة التزام أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنين الأساسية بما فيها التجمع السلمي والتظاهر، كما جدد دعوة جميع الأطراف إلى انحياز الانتقال إلى سلطة مدنية في أسرع وقت وفق ما طلبه الاتحاد الأفريقي. نحن قلقون بشأن الوضع ونراقبه، سيكون لنا رد فعل إضافي فيما نسعى للحصول على معلومات إضافية. كما تعلم فإن الأمين العام لطالما دعا إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس في السودان، وشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان لكل المواطنين بما فيها حريات التجمع السلمي والتعبير. كما دعا الأطراف إلى استئناف وإنهاء المفاوضات على انتقال السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية في أسرع وقت. نريد أن نتأكد من أن الجميع يتقيد بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ونريد التأكد من أن الجميع يتقيد بضبط النفس بمن فيهم قوى الأمن. الأمين العام يراقب الوضع، وكما تعلم لدينا من جانب الأمم المتحدة نيكولاس كاسيوم الذي ينسق من جانبنا مع الاتحاد الأفريقي القضايا المتعلقة بالعمليات الانتقالية. نريد السلطة الانتقالية أن تكون تابعة لقيادة مدنية. نتابع آخر ردود الفعل الدولية من الأحداث في الخرطوم مع مراسلنا في بروكسل لبيب فهمي. لبيب، عدا موقف غوتيريش ودعوة المفوضية الأوروبية إلى التزام الهدوء والعودة إلى التفاوض ودعوة أيضا الخارجية البريطانية، هل من مواقف دولية أخرى؟ نعم، هناك موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي الذي صدر قبل قليل على لسان وزيرة الخارجية أوروبا فيدريكا موغيريني في بيان قالت فيه أدانت فيه أولا العنف، وقالت بأنه لا يوجد مبرر لاستخدام القوة لتفريق الاعتصام السلمي، والمجلس العسكري الانتقال مسؤول عن الأمن وسيادة القانون في بلاد ويتحمل مسؤولية التصرف بضبط النفس. الاتحاد الأوروبي دعا مرة أخرى في هذا البيان إلى ضرورة أن يسلم المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين، وقالوا بأن يقول البيان بأنه نتوقع من المجلس العسكري الانتقالي أن يحترم حق الناس في التعبير عن مخاوفهم سلميا دون أي تهديد أو استخدام للعنف، ولا يمكن بأي تصعيد في استخدام العنف أن يخرج العملية سوى أن يخرج العملية السلمية السياسية الضرورية من مسارها ويؤدي إلى مأزق خطير. فيجب على المجلس العسكري أن يستجيب لتطلعات الشعب السودان. الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذه الاحتجاجات في السودان يساند احتجاجات الشعب السوداني ويساند مطالب الشعب السوداني، ويطالب السلطات العسكرية بضرورة تسليم السلطة للمدنيين وكشرط رئيسي وضروري لعودة العلاقات الطبيعية بين الاتحاد الأوروبي
والسودان، وخاصة تقديم المساعدات الضرورية التي يحتاج إليها السودان في هذه الآونة أو في هذه الأزمة التي يعيشها. إذن هناك موقف حازم من قبل الاتحاد الأوروبي ضد العنف، ضد استعمال العنف، نعم، وضد المجلس العسكري، والمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين والدعوة إلى علاقات جيدة مع السودان في المستقبل بعد حكومة مدنية مع تقديم مجموعة من المساعدات المالية. شكرا جزيلا لك لبيب فهمي مراسلنا من بروكسل. والآن ينضم إلينا الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين سيد إسماعيل التاج. أهلا وسهلا بك سيد إسماعيل. إذن عبر الهاتف، إذن أهلا وسهلا بك. بداية أريد أن أستوضح منك طبيعة الأوضاع على الأرض. قبل قليل مراسلتنا سالي عثمان تقول إن التعدي العشوائي على المدنيين متواصل في الشوارع، هل لديكم معلومات أوفى عن ذلك وكيف تتابعون هذه التطورات؟ نعم، وأهلا بمشاهدي العربي في كل مكان في العالم. نعم، هنالك تطورات خطيرة. ما زالت القوات الأمنية المتنوعة من الدعم السريع والجيش والشرطة وكتائب وميليشيات تقوم بترويع المواطنين في كافة المناطق في الخرطوم وفي خارج الخرطوم أيضا، يعني في مناطق أخرى من المدن يعني. ويقومون بتوقيف السيارات عند الجسور، عند مداخل الجسور، تفتيش السيارات، ويقومون بإطلاق الرصاص في الهواء في الأحياء، وهذا لخلق مزيد من أجواء الرعب والتخويف وترويع المواطنين بعد أن تأكد لهم تماما أن ما قاموا به اليوم من جريمة بشعة ومن مجزرة لن يمر مرورا عابرا. وهذا يعني نهاية المجلس الانقلابي العسكري في السودان. أيضا تم غض على الإنترنت كما ذكرت ذلك تغريدتها منذ عدة ساعات يعني، والآن يضرب التواصل خارجيا. كل هذا ينم عن القصد، عن القصد لهذه الجريمة. طيب، وأنها كانت مبيتة، لذلك الآن يحاولون التغطية عليها بقطع التواصل مع العالم الخارجي بصورة أو بأخرى. نعم، طيب سيد إسماعيل، يعني في خضم ما يجري أنتم في تجمع المهنيين السودانيين دعوتم الناس إلى التجمهر والاحتشاد في الشوارع، وتقول أنه هناك اعتداء متواصل على المواطنين. ماذا لو جرى الاعتداء بصورة أعنف هذه المرة؟ هل أنتم مستعدون لسيناريو من هذا النوع؟ نعم، الاعتداء يتم عبر المتاريخ. الآن كل الشوارع في الخرطوم وفي المناطق الأخرى خارج الخرطوم يتم وضع المساريس حتى يضرب على القوات الأمنية المرور بسهولة، سواء كانت دعم سريع أو جيش أو شرطة أو كتائب أو ميليشيات. هذا هو المسألة الأولى، يعني تصعيب مرور سيارات الدفع الرباعي التي تعرف في السودان باسم الداتشر. واليوم أيضا ظهرت السيارات التي لا تحمل لوحات، وهي سيارات معروفة أنه كان يستعملها جهاز الأمن السيء الصيت، كان يستعملون سيارات تايوتا الهايلوكس بدون لوحات، وهذا ينم عن أيضا مشاركة الأجهزة الأمنية. نعم، هنالك استعدادات الآن من المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، متوقعين أسوأ الاحتمالات من هذه العصابات ومن الدعم السريع والكتائب الأمنية والجيش والشرطة. طيب، قوى الحرية والتغيير كما نعلم دعت إلى العصيان المدني والإضراب العام، ولكن ما هي الركائز الآن أمامكم لإنجاح هذه الخطة؟ هل هي خطة أصلا واضحة أم أنه ما يزال هناك ضبابية على المسار القادم؟ لا، هي خطة واضحة، وكانت هي قمة التضعيف بعد الإضراب الناجح الذي تم يوم 28-29 من الشهر الماضي في مايو، وكان هذا هو السيناريو التضعيفي في حالة فشل المفاوضات مع المجلس العسكري نحو مزيد من التضعيف للعصيان المدني الشامل. وفي هذا الإطار نتوقع كل النقابات المهنية والاتحادات التي قامت بالإضراب الشامل أن تقوم بالعصيان المدني تماما. وفي هذا الصدد، دعيني أيضا أن أناشد الزملاء والشرفاء في السلطة القضائية أن يقوموا أيضا بالوقوف إلى جانب العصيان المدني، ولأنهم هم حماة الحقوق وحماة الحق المدني، وهذه الآن فرصتهم تماما للانحياز للحق، للانحياز بالشارع، للانحياز بقيم حقوق الإنسان. جزيل الشكر لك الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين السيد إسماعيل التاج.